وعاوزة أقول طبعاً قبل أي حاجة كل سنة وكل أب بخير وطيب. عايزة طبعاً نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار وفي نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة هتكون 34، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 28، أعلى درجة حرارة في أسوان 42. وهنتابع مع حضراتكم بالتفصيل الطقس لكن بعد قليل. خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم نستعرض بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ جولتنا من القاهرة وتحديد من منطقة عبد المنعم رياض، وهنمشي معاكم في اتجاه الكوبري لمنطقتي الإسعاف ورمسيس واللي بيشهد سيولة مرورية، وكمان هنكمل على الكوبري في اتجاه منطقتي غمرة والعباسية والشرابية وحدائق القبة، والمنطقة دي بتشهد سيولة مرورية. هنكمل جولتنا المرورية وهنروح اسكندرية وكورنيش البحر المتوسط، وزي ما احنا شايفين المنطقة المحيطة بالكوبري ستانلي فيها سيولة مرورية، ومنطقة الكورنيش بشكل عام فيها سيولة مرورية، وعند مكتبة الاسكندرية واللي بتشهد سيولة مرورية بتفضل السيولة لحد قلعة قايتباي. خلينا نروح محافظة دمياط واللي هنبدأ فيها من طريق دمياط قفر البطيخ واللي بيشهد دلوقتي سيولة مرورية، وهنرجع عند طريق دمياط رأس البر وبيوصل لحد طريق الهويس وصولا للكورنيش واللي بيشهد سيولة نسبية. هنروح للكورنيش واللي هنبدأ فيه من عزبة الخياطة لحد ما نوصل مبنى المحافظة ومحكمة دمياط القديمة واللي بيشهد دلوقتي سيولة مرورية. نكمل جولتنا المرورية ونروح مدينة أسوان ونتابع الحالة المرورية هناك، وهنبدأ من ميدان السادات وتحديدا من كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل، منها لشارع كورنيش النيل واللي بيشهد سيولة مرورية. وانت ماشي على طول الشارع هنلاحظ ان في كثافة مرورية عند منطقة الفنادق، بعد التمركز ده الشارع بيشهد سيولة مرورية. دي كان طبعا جولة سريعة في أحوال الطقس والحالة المرورية في بعض المحافظات المصرية. نرجع مرة تانية لجمانة وحسام.